نحن دخلنا سكول في 1986، كان أول دفعة تقريبا في الفاينل، أول دفعة هتتخرج في السودان في مجال الكمبيوتر. حتى ما كان في أي كلية تانية في السودان بتدرس كمبيوتر، كانت أول كلية في السودان اللي هي مدرسة العلوم الرياضية، اللي هي كما يحلو لكل المنتسبين بيقولوا لها سكول. حتى الآن تغير اسم الكلية، بقى كلية العلوم الرياضية تقريبا، فما زال الناس يسموها سكول. أعتقد إنه مدرسة أفضل من كلية، والله أعلم. المهم كانت هي أول كلية، ونحن لما دخلنا الجامعة حتى كان الناس في السناير بتاعنا كانوا بيتكلموا إنه بيعانوا من أقاربهم وأصدقائهم إنه أنتوا بتدرسوا شنو؟ إحنا والله بندرس في كلية، أو في كلية اسمها مدرسة العلوم الرياضية، فبيفتكروا إنه هم بيدرسوا جمباز، بيدرسوا كورة، رياضة، وهكذا. وكان الناس ما عارفين الحاسب. حتى أنا شخصيا لما جيت قدمت ما عرفت إلا لما بعد ما أنا امتحنت الشهادة، وبعد ما جيت الخرطوم هنا كنت في دربة، لما جيت الخرطوم عرفت إنه في كلية بتدرس حاجة اسمها الكمبيوتر. فجيت الجامعة وشفت الأجهزة بتاعت الكمبيوتر، أجهزة كده تشبه التلفزيون، وما عارف أنا هي بتعمل شنو، ولا فاهم أي حاجة عن الكمبيوتر. لكن سألت الناس قالوا هو تخصص جديد وواعد وكده وكده، فقدمت على هذا الأساس. حتى ما قدمت رغبة أولى، لكن جاي إجبار يعني، والحمد لله إنه جاء. فكان فعلا هو مجال واعد، وما زال مستمر في التطور بسرعة طبعا عالية جدا. لما دخلنا في سنة أولى كانت تدرس رياضيات، كيمياء، فيزياء، جنرال، معناها هندسة وحاسوب، معناها هندسة وعلوم رياضية وجيولوجيا رياضيات وغيرها. في تانية كان يا دوب بدينا ندرس البيزك اللي هي لغة بيزك، وما كان فيها عملي حتى. أول مادة بتاعت الكمبيوتر، الباقي كان ديسكريت ماثماتكس وغيرها من المواد. في تالتة يا دوب نحن حسينا إننا اشتغلنا كمبيوتر، لأنه الله يطلع بالخير البروفيسور عز الدين محمد عثمان درسنا لغة باسكال، فكانت بالنسبة لنا يعني يا دوبك نحن حتى أذكر إنه وزع الفلوبي ديسك اللي هي 5.25 لكل الطلبة، ونسخنا فيها نظام التشغيل ضغط، وعملنا فيها الكومبايلر بتاعت تيربو باسكال. فكنا منتظرين، ننتظر بفارغ الصبر نلقى وقت ندخل على المعمل اللاب بتاع الكمبيوتر، وكانت متعة يعني ما بعدها متعة. وكانت الساعة نحسها كأنها دقيقة، لما يقول لك الزمن انتهى تكون ما عايز تطلع. وكان التعامل مع الكمبيوتر اللي هو بالأوامر بس، يعني هنا زي ما شفنا قبل شوية تكتب مثلا دي اي ار، تشغل برنامج الكومبايلر بتاعك. طبعا اول ما تدخل الديسكيت وتفتح الكمبيوتر بيعمل بوتنج، بيديك البروم دي معناها نظام التشغيل ده شغال، تعمل دي اي ار بتشوف المحتوى بتاع الديسكيت حقك، لازم يكون فيه الكومبايلر بتاع باسكال بتشغله، وتعمل اديتنج تكتب الكود حقك، وتعمل تيستنج ورن وكده. لما يشتغل اول برنامج كده لما تكتبه وتعمل رن ويديك النتيجة، انت كأنما يعني حست الدنيا كلها. وفعلا كانت أيام جميلة فعلا. وكان عندنا برضو ربنا يطلع بالخير دكتور نادر، كان معيد، وكان هو بيشتغل معانا العملي، نحنا بنشتغل البرنامج، بنعمل له حفظ في الديسكيت، بنسلم الديسكيت للأستاذ، يفتح هو يشيل الديسكيت معاه ويصححها، وين يفتح الديسكيت، يفتح البرنامج حقه، يعمل في شكل كوميت النتيجة بتاعتك مثلا 9 من 10 أو 10 من 10 أو كده، ويحفظها في الملف في نفس البرنامج حقك في شكل كومنت. أنت لما تجي اللاب الجاي تسلمك الديسكيت، بتفتح أول حاجة بتعملها بتفتح البرنامج تشوف النتيجة بتاعتك كم، وبعد ذلك بيديك الأساينمنت الجديدة اللي هي إنك تكتب برنامج يعمل كده وكده. وفعلا كان الناس بيتنافسوا وكيف تضيف زخارف وتعمل شكل مربع في البرنامج، او تصل لك الكيرسر بلينكينج او كده. فكانت يعني فعلا متعة في البرمجة، ما كان في تعقيدات في الكمبيوتر، وانما هي حاجة بسيطة، دايركتري تكتب اوامر ابيض واسود، برنامج بتاع باسكال بسيط بالشغل، حجمه صغير جدا، حتى ما بيحتاج ذاكرة كبيرة،
وما كان في أي حاجات حديثة زي الآن موجودة.